كشفت الفنانة زينة عن تفاصيل علاقتها وزواجها من الفنان أحمد عز في لقاء مع الإعلامية عمرو أديب، وجاءت أبرز تصريحاتها كالآتي: تزوجت من أحمد عز في حفل حضره عدد من الأصدقاء وزملاء من الوسط الفني الذين كانوا على علم بالزواج. سافرنا لقضاء شهر العسل في أمريكا، ووثقنا عقد الزواج في القنصلية بأمريكا، وأقمنا العديد من العزومات لأصدقائنا أثناء إقامتي معه في منزله في مصر. أحمد عز لم يرغب في الإعلان عن زواجنا للإعلام خوفا على المعجبات. حملت في طفلي، وفي البداية كان سعيدا جدا بخبر الحمل، ثم اقترح أن أجهض طفلي وتردد حتى لا يقع في هذا الإثم. اقترح أحمد عز أن أنجب طفلي في أمريكا وأن أقيم هناك وأترك مجال الفن ويقوم بزيارتنا والإنفاق علينا، وأنا وافقت على هذا الاقتراح. ذهبت إلى أمريكا لوضع طفلي، وكنت بصحبة أحمد عز، وأخبرني بأن والده في ولاية ميامي مريض، واكتشفت بعد ذلك بالصدفة عودته لمصر بدون أن يخبرني. أنجبت طفلي وطلبت منه حضور عملية الوضع، خاصة أن حالتي الصحية كانت سيئة. أنجبت في الشهر السابع، لكنه لم يأت واعتذر بسبب ارتباطه بعمل. طلب مني بعد ولادتي مباشرة إجراء تحليل DNA، ولم أكن أستوعب هذا الطلب وأتخيل ما يدور في عقله، وطلب إجراء هذا التحليل يعد إهانة كبيرة لي، ولكن بعدها طلبت من الطبيب بالفعل إجراء هذا التحليل. عندما احتاج أحد طفلي لنقل دم، اتصلت بوالدهما حتى يتبرع بالدم خوفاً عليه من نقل دم ملوث، ولكن جاء رد أحمد عز صادم قائلاً: مش هم دول اللي فضلتيهم عليا؟ يا رب ترجعي بإيديك فاضية. الأطباء في أمريكا اعتقدوا إصابتي بالجنون، فكنت أرفض التغيير على جرحي والأكل، وكنت في حالة نفسية صعبة جداً. الأطباء كانت لديهم رغبة بعدم تركي بمفردي مع طفلي خوفاً عليهما. مشكلة أحمد عز معايا أنا مش مع عياله. حصلت على حقي الحمد لله بالقانون، ولا عمري هغلط فيه، وعيالي قالوا لي اوعي تغلطي في بابا. بقول لأحمد عز: المعجبين مش هيترحموا عليك لو مت، إنما عيالك اللي هما من صلبك هما اللي هيترحموا عليك.